أعزائي المشاهدين، يا هلا مرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامج سبورت كلينك. دكتورة جنان القلاف حياك الله. الله يحييك، حي المشاهدين. الله يسلمك. دكتورة، حضرتك أخصائية أو متخصصة في علوم التغذية وأيضا علوم الأطعمة. دكتورة، هذا التخصص الجميل يدخل فيه الكثير من العمليات الفسيولوجية في الجسم. دكتورة، في عناصر مهمة وايد في الجسم من ضمنها الهرمونات. أبي تعرفي لي شنو هي الهرمونات، تبينين حق السادة المشاهدين ما هي الهرمونات، وأيضا هل يوجد علاقة إيجابية أو سلبية بين الهرمونات وزيادة الوزن والسمنة؟ نعم، الهرمون هو عبارة عن مادة كيميائية. وين نلقاها أو من اللي مسؤول عن إفرازها في الدم؟ هي الغدد الصماء على اختلاف أنواعها. بالنسبة للهرمون، أول ما تفرز الغدة يصب في الدم دايركت، ومن بعدها يبتدي يسبح في الدم مرورا في الخلايا. الهرمون لا مستقبل على هذه الخلايا. إذا حدث خلل في استقبال هذا الهرمون، إما يكون الخلل بزيادة إفراز الهرمون في الدم أو بنقص إفرازه، فنسميه هايبر في حالة زيادة الهرمون أو هايبو في حالة نقص الهرمون. وطبعاً بالتأكيد تأثر على كثير من الأشياء، السكر، عندي السمنة، عندي الدهون الثلاثية، الكوليسترول، عندي الدهون الحشوية اللي تتركز في منطقة البطن، تأثر على التمثيل الغذائي للدهون، وبالتالي تتراكم الدهون وندش في مشاكل السكر. طبعا الكل يعتقد ان الهرمون اللي مرتبط في زيادة الوزن هو الغدة الدرقية او الثيروكسين. هو صحيح انه يؤثر في زيادة الوزن، لكن بمجرد انك انت تاخذ العلاج تنتهي المشكلة مع وجود نظام غذائي. لكن هناك هرمونات اخرى اساسا تتأثر في العادات الغذائية اللي احنا نسويها، او الوجبة او طريقة اعداد الوجبة اللي احنا ناكلها، هي قاعد تأثر على هرمونات اخرى اكثر تأثيرا من الثيروكسين. الدكتورة تقولين طريقة اعداد الوجبة، شنو تقصدين في طريقة اعداد الوجبة؟ يعني اعطيك مثال، لما اي اعد وجبة عالية السعرات وعالية السكر راح تأثر لي على الدم، لانها راح تؤدي الى ارتفاع معدل الأنسولين، بالتالي السكر يحتاج إلى أنسولين، هذا يدخلني في مشاكل مقاومة الأنسولين. كذلك الكورتيزول هو أحد الهرمونات اللي تأثر على الدم، وهي أيضا تؤدي إلى زيادة مستوى السكر في الدم، وأيضا هي تؤدي إلى ارتفاع السكر وغيرها من الأمور. فعندي كثير من الهرمونات، أيضا عندي هرمون الأدرينالين اللي هو هرمون التوتر، يؤثر كذلك أنه يزيد السكر في الدم. عندي هرمون البرولاكتين، هرمون الحليب بالنسبة حق النساء والرجال، يؤدي إلى زيادة في الوزن. عندي كذلك هرمونات أساسية اللي هي الأنسولين والكورتيزول والهرمونات التناسلية للذكر والأنثى، لها تأثير مباشر على زيادة الوزن. نعم دكتورة، الواضح أن في علاقة أو ارتباط كبير جدا بين الحالة النفسية وأيضا ارتفاع السكر. إذا كانت الحالة النفسية سيئة، فيها قلق، فيها توتر، يتأثر السكر، وهذه معلومة صراحة جديدة نوعا ما. عندي الكثير من الأسئلة دكتورة، لكن إن شاء الله بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، نأخذ فاصل ونرجع نواصل الحديث الشيق مع دكتورة جنان القلاف. أعزائي المشاهدين، عدنا من بعد الفاصل. دكتورة جنان، بينتي لي ما هي الهرمونات وشرحتي لي طريقة عملها والخلل اللي يصير حتى مع الغدد الصماء. لكن دكتورة، أبي الحلول بعيدا عن الحلول العلاجية الدوائية، أبي الحلول من ناحية التغذية وأيضا كلايف ستايل وممارسة الرياضة. تمام، الهرمونات من ناحية التغذية، أول شيء لازم أسويه أني أنا ألغي شيء اسمه أغذية جاهزة، أني أروح الأسواق المركزية وأشتري الأغذية الجاهزة، هي الشيء الرئيسي المسؤول عن خلل الهرمونات. دكتورة عفواً،
شنو تقصدين بالأغذية الجاهزة؟ هل هي الفاست فود أو نوع ثاني؟ الأغذية الجاهزة تشمل طبعاً الفاست فود، وتقصد الأغذية المعلبة اللي هي نشتريها من على الأرفف، يكون فيها نسبة السكر مرتفع، وطبعاً ما نقدر إن إحنا نقض النظر عن الأنسولين اللي هو هرمون كذلك. صحيح. وقاعد يأثر لي على السكر وارتفاع السكر. أساساً إذا ارتفع عندي السكر وارتفعت عندي الدهون هذه مشكلة، لأن أعطيك يعني إذا ممكن دكتور تقترح علي وجبة أو مثلاً أكلة كويتية ناكلها إحنا، فممكن أني أوضح الفكرة أكثر. يعني مثلاً لو نقول مثلاً مجبوس اللحم. تمام، ممتاز، مجبوس اللحم ممتاز. مجبوس اللحم دائماً يكون نسبة الكارب فيه موجودة بالعيش، فأنا ليش ما أغير مكوناتها؟ مثلاً أخلي العيش الأسمر. اللحوم كذلك، اللحوم لما أي أستخدمها من الأشياء اللي أقدر أيضاً أسيطر على الهرمونات، أني أنا أقلل نسبة الدهون باللحوم. يعني مثلاً أختار أماكن معينة، أختار مثلاً أماكن معينة. لحم العجل أفضل، أعلى بروتين وأقل من الغنم من حيث الدهون، لأن الدهون عندي الدهون هنا راح ترفع لي الكورتيزول، واللي بدوره راح يرفع السكر، وناهيك عن الأنسولين اللي أيضا راح يرفع السكر. نعم. ارتفاع هذه الهرمونين مع بعض يؤدي إلى كارثة، لأن الهرمونات هذه راح تؤدي إلى إشارات عصبية إلى المخ، وبالتالي يبتدي الشخص يتوتر أو يرتفع السكر عنده بسبب التوتر نفسه. نعم دكتورة، إذا نتكلم عن الناحية الأخرى وهي اللايف ستايل أو ممارسة الرياضة، شلون تكون حل؟ اللايف ستايل إنه هو يحرص في تغذيته على الدهون الصحية، لأنها تدعم بدرجة أولى الهرمونات. نعم. سواء كان عنده هايبر أو هايبو، يراجع دكتوره ويلتزم في الأدوية قبل التغذية، وبعدين يرجع لي أنا كدكتور تغذية علشان أعطي بعض الأغذية اللي تشجع إفراز الهرمونات. مثلا هرمون الذكورة، الناس أحيانا تكون في عندهم انخفاض في هذا الهرمون، مثلا أعطي اللحوم، أعطي المحار، أعطي الأسماك الدهنية، لأنها غنية في الزنك اللي ينتج لي هذا الهرمون. نفس الشيء بالنسبة حق الثيروكسين، إذا كان مرتفع لأغذية معينة، إذا كان منخفض لأغذية معينة، وهكذا بالنسبة حق باقي الهرمونات. كذلك بالنسبة حق الناس اللي تعاني من انخفاض هرمون الأنوثة، إذا انخفض هذا الهرمون، أنا ممكن أني أعطيك المنتجات اللي هي الصويا، الجرجير مناسب. أما بالنسبة للارتفاع هذا الهرمون، فأنا دائما أخليهم يأكلون الخضرة الورقية. نعم. سوري، الخضرة الورقية، وأيضا أجنبهم منتجات الحليب. بالنسبة حق الرياضة، نعم هي تأثر بشكل مباشر، أصلا اللي يتمرن رياضة قاعد يرتفع عنده هرمون الجروث وهرمون الكورتيزول. صحيح. وهذه أكيد الشباب يعرفونها، يعني لأنهم أصلا يستخدمونها كتكنيك في إضافة أو زيادة الكتلة العضلية. فالرياضة لها تأثير، لازم أحافظ على كمية الرياضة أو الطاقة الرياضية اللي أنا قاعد أستهلكها في النادي، حتى لا تزيد عندي مشكلة فرط الهرمون. نعم دكتورة، أعتقد صار واضح بالنسبة حق السادة المشاهدين الحلول للابتعاد عن كل هذه المشاكل هو لايف ستايل صحي من ناحية غذائية، وأيضا ممارسة الرياضة بشكل مستمر. دكتورة جنان القلاف، أقدم لك كل الشكر على كل هالمعلومات هذه القيمة. أعزائي المشاهدين، وصلنا حق نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نشوفكم في حلقات قادمة إن شاء الله. مع السلامة.